السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في وصفات الطبخ والموضة مع خديجة. اليوم إن شاء الله غندير معكم رغيفات على هذا الشكل. غنوعوا على الرغيفات اللي تنديروا دايما طريقة جديدة. كنتمنى ينال إعجابكم. كيجو مقرمشين، كنتمنى ينال إعجابكم وتجربوه في البيوت ديالكم. نتابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، غادي عندي 300 غرام ديال فورز جيد، وعندي معلقة صغيرة ديال القرفة، عندي شوية ديال المسكة الحرة مدقوقة مع شوية ديال سنيدة. هنا غنعبر معلقة ديال النافع، عندي 4 المعالق ديال الجنجلان مليين مزيان كيف كتشوفوا، عندي 1 كاس لارب ديال الماء، عندي 4 كاس ديال الزبدة والزيت مخلط، وعندي هنايا ماء زهر كاس لارب ديال الماء زهر، 1 المعلقة ديال الخل. صافي، هادو هما المقادير. غندوزو، بسم الله. عندي الطحين هنا مغربل ناضي، بغيتو تدوبلو المقادير دوبلو، انا غندير غير شويه، معلقه، عندي النافع والمسكة حرة، معلقة النافع ومعلقة صغيرة ديال القرفة، عندي هنايا 4 المعالق، معبورين ديال الجنجلان، غندير الزبدة، غادي نعبر معلقة كبيرة ديال الخل، وماء الزهر ديال الدار، راه دايره معاكم في القناة، شفتي ريحتو كتعطعط غزال ما شاء الله. بسم الله، غنخلطوا هاد المكونات كاملين مزيان، الطحين يدوز على المكونات كاملين. صافي، غادي ندير الماء وغنبدا نعجن، بس العجينة شوية تكون قاصحة ما تكونش رطبة. انا غندلك العجين ديالي وانا كنخوي الماء ونتلاقاو معكم. صافي، ها هي العجينة واجدة، نديروها هنيكا. بسم الله، غنقطعها صغار باش نطلقها.
دابا غنحاولو نغرقو بالطحين، دايما نخدمو بالطحين. غنحيدو الجوانب، نطراسو مزيان، حيدو صافي، وغادي نبقاو نقطعو على هذا الشكل مربعات. هذه شويه نقادوها صافي ونخليها على جنب، دائما رشوا بالطحين. وهادو اللي بقاو، هادو اللي بقاو غادي عاوتاني نجمعوهم ونخدموا بهم. غنفيقوا معكم وحده اخرى. صافي كي كتشوفوا راه حنا رققتها مزيان، نحيدو الجوانب باش يسهل علينا القضيه. غادي نجيبو مسطره وغادي نبقى نتراسي، ندير بحال هكا 10 ونحسب، عاوتاني كذلك 10 ونتراسي صافي هكا. صافي ها هي 10 على 10 وغادي نديرو نديرها في اللاطة، نبقى نحط في اللاطات تنكمل العجين ديالي. رشو الطحين دائما باش ما تلصقش صافي. كذلك هذه غادي نبقى غادي نكمل على هذه الطريقه حتى نكمل العجين ديالي كامل. كما قلطوها قلوها على جوج كيف تشوفوا هكا، ونحطو حصروا شويه من الجناب. شوفوا هي كتنفخ ونقلبوها ديريكت. هي كتنفخ هكا حنا تنقلبو فيها. العافيه تكون شويه مهيله، ما تكونش مجهده باش ما تغلبش علينا. صافي كي كتشوفوا غادي نديرها وحده على وحده هكا، ونبرك من الجناب ونحطها تقلى. ومن بعد ملي يطيب نطفيوها في العسل. صافي طريقه سهله، ونبدلو شويه من الرغيف اللي كنديرو كل عام.
تحضروا مزيان وتيكون فيهم الزيت، تحضروا مزيان وعاد نديرهم في العسل. صافي العسل نخلو شويه العسل هكا ونهزوهم ديركت. اللي ما بغاش يدير يطفيهم في العسل ديك الساعات يدير واحد الخطوط شويه صافي. غنبقاو على هذه الطريقه حتى نكمل الرغيفات ديالي ونتلاقاو معكم في التقديم ان شاء الله. صافي اذا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا الرغايف ديال العيد، كيجيو على هذا الشكل كيجيو رائعين كيف كتشوفوا. كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه في البيوت ديالكم. الى عجبكم ما تنساونيش بلايك وتشتركوا في القناه الى ما كنتوش مشتركين وتخليوا لي تعليق تحت الفيديو على ارائكم واقتراحاتكم للقناه. الى الفيديو المجيء ان شاء الله.